هشام اجباري. المحبوبة عنده كيف دايرة؟ عطيت كل الغريبة اللي وجيتي عهدو لي اللي كان شتي انت انا من في الاعلام مكتوب والعكس شاف فيه خبارو كذا شتي في البنتي الفرق اللي بيناتنا هو احنا مفتوحين في الزنقة. لا كنت هيك كنت مازح معاك قولي لي بعدا شنو سميتك؟ الباهية. ايوا صافي عاد كملها الباهية. التضحيات العظيمة اللي دازت واللي تعتبر من التراث. هذا العام وقع الاختيار عليها أننا ناخذوها. تنتجات من طرف مسرح عمد الخامس مع مسرح المدينة. وكانت عروض اللي درناها في مسرح عمد الخامس وفي اليوم العالمي للمسرح في تمسنا. كان بطبيعة الحال كان بدنا أننا نلعبوا عدد ديال العروض ولكن جات في واحد الوقت اللي كان الوباء ديال كورونا اللي جعلنا أننا نتوقفوا عن العروض إلى أن أتى هذا الوقت اللي جينا فيه وتشرفنا بالحضور أمام الجمهور العظيم ديال تطوان. وحنا إن شاء الله غدا غادي نعرضوا هذه المسرحية بالمضيق. وكنشكركم جميعا على هذا الاهتمام ديالكم وكنشكروا الجمهور ديال تطوان اللي ديما كاين واحد التجاوب كبير. السلام عليكم، خديجه زروال الممثله خريجه المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. اليوم المشاركه ديالي كانت مشاركه جد قيمه بحيث اننا حيينا مسرحيه اللي كتعتبر من الذاكره المغربيه ومن الريبرتوار المغربي مع نخبه من الفنانين اللي كبار. فهاد هاد القيمه الفنيه اللي زادتني انا شخصيا هي جوج ديال الاجيال كبار جدا ما بين الشباب والجيل اللي ما كنسميوش عليه ولكن كنسميو عليه جيل الرواد اللي دار حركه ودار ثوره في المسرح وفي الاغنيه طبعا، واخص بالذكر سي محمد درهم لانه تبارك الله من المؤسسين ديال ناس الغوان وديال جيجي لالا. فبالتالي كنقول انا شكرا للجباري وحسن هموش على الاختيار ديالهم ليا باش نكون في هذه المسرحيه. شكرا لمدينه تطوان. طبعا حنا دائما كفنانين كنكونوا فرحانين اننا نجيو نلتقيو بالناس الجميلين ديال مدن الشمال طبعا، وكنكونوا في الانتراكسيون معاهم مباشره. فاحنا سعيدين وشكرا لكم على الحضور، شكرا على المشاركه ديالكم وساعتكم سعيده. مسرح المدينه لمدينه الرباط مسرحيه دار سيدي قدور، وهي مسرحيه من التراث المغربي الاصيل الملحون. المسرحيه كان فات التقديم ديالها يعني في السبعينات، وهي من تاليف الراحل عبد السلام الشريبي. شارك فيها واحد المجموعه او تله من الفنانين الكبار بمدينه مراكش، مدينه يعني تحت رئاسه الفنان والمخرج ديالنا سيدي هشام الجباري. نتمنوا ان شاء الله في فرصه قادمه ان شاء الله نقدموا العرض ويكون هذا العرض هذا راق للجمهور الكريم بمدينه تطوان. والصحافه كذلك تنشكرها هي الاولى بعدا لانها ملي كتكون حاضره في مثل هذه المناسبات اللي ما احوج للجمهور وما احوج للمسرح، ولنا الشرف باش نقدموا مسرحيه من تراثيه ملي كتجي للشمال جمهور الشمال والاتموسفير اللي كنلعبوا فيها عندها واحد طعم خاص. الله وتحظى هذه المسرحيه انها توجد في التراب المغربي كله. هو احنا تنشكركم انتم شفتوا بانه المسرحيه تنتمي لواحد النوع المسرحي التراثي، ودار سيدي قدور راكم بلا شك هذه يفهموا الناس الابعاد ديالها، واللي هي كان قدمتها فرقه الوفاه المراكشيه في اواسط السبعينات، ولكن بما انه كتحمل حموله ديال القضيه كنا كندافعوا عليها وكنا كنبغيو انها تكون في المستقبل تحظى بالحريه ديالها وبالاستقلاليه ديالها. وبلا شك هذا الشيء غادي يكون الجمهور وصل ليه هذه الرساله. شكرا. مرت باجواء حماسيه، كان تفاعل ديال الجمهور دائما الحمد لله ساكنه تطوان ما كتخيبناش، جمهور انيق، حضور كيكون في المستوى المطلوب. كذلك اللي يجعل ان الجمهور يتفاعل مع هذه المسرحيه هو اداء الفرقه، اداء في المستوى ومسرحيه هادفه، موضوع ايجابي. وشكرا للطاقم ديال المسرحيه، شكرا للممثلين.